في خطوة تهدف إلى دعم المواطنين في مجال إدارة النفايات واعتماد أسلوب حياة مستدام مهم، أطلقت منصة جديدة في دبي وأبوظبي تحمل اسم ريكاب مبادرة طرق الأبواب وجمع القمامة من الأفراد والشركات. المنصة الرقمية نجحت في زيادة عدد المستخدمين عليها إلى 46 ألف مستخدم، وتمكنت من تكوين مجتمع كبير يجعل إعادة التدوير خالية من أي متاعب. المنصة تقول إن كل زجاجة لها أهميتها، وتنشر صناديق إعادة التدوير في المدارس للمساعدة على تعليم الأجيال الشابة أهمية بناء مستقبل مستدام. يشجع المعلمون الأطفال يومياً على أنهم عندما يكون لديهم زجاجة مياه يجب عليهم إعادة تدويرها هنا. المنصة افتتحت مؤخراً مستودع لها في دبي، حيث تقوم شركة ريكاب بفرز وتجميع الأنواع المختلفة من المواد القابلة لإعادة التدوير التي يتم تسليمها بعد ذلك إلى الشركات المصنعة التي دخلت في شراكات مع الشركة الناشئة. ومنذ عام 2020 سجلت ريكاب في دولة الإمارات ما مجموعه 558 طنا من المواد القابلة لإعادة التدوير.